خلينا ناخذ حسين بنقول مساء الخير لحسين، كيفك يا حسون؟ الو الو، اهلا يا حسين، شو اخبار؟ صار عم تتصل بكير حسين، كيفك؟ والله اخاف لعمي، كان خذ علي يوميا بلي داعش يخبرني ونسمع ام كلثوم. ايوه مين عمك؟ اي أيوة والله. بس قل له اخي وقت بيكون طال السهر ما في ما نسمع جورج. قل له وقت بيكون طال السهر ما نسمع جورج. لا كبير بالعمر ينسى، دائما اقول له مثلا أيوة. يوم الاثنين عندي ويوم الخميس، بس هو ما أحلى. ينسى ما احلى. لا لازم يسوم، لازم. ما احلى، بجنن. حلو هي الطريقه، ظريفه وهي العاده جميله جدا. هات لنشوف يا حسين، ممكن تعطي فرصه تانية ولا ليش بتمتنع مثلا عن اعطائها لبعض الاشخاص؟ بصراحه ما اعرف، انا القاضي من يحكم الحكم الاول دائما اكون نوقع استئناف للقضيه، فلا نحن ذي هم طبعنا دائما الفرصه الاولى يحسب مثل ما يقولون قالوا مستمعين حامد وغيره، انه نعطي الفرصه الاولى. قد يكون خطا معين ممكن تبريره، ممكن مثل ما قلنا نبلعه ونقول ما يخالف هذا خطا اول وممكن نسامحه بينه، بس الفرصه الثانيه هذا الانسان المقوقع ضمن خصال وحشاك مثلا ويعني شغلات يعني انه ما ممكن نسامح بها، صعب انا اطيق اغيره او انه ما يكرر هالموضوع او يفتعل اشياء اخرى في سبيل ان يوقعني او يحكي علي مواضيع معينه. انا كل شيء ولا الطعم به، انا كل شيء ولا الطعم به. يعني واحد من يطعم بي انا انتهى موضوعه هذا. بس يعني خلينا نتناقش انا وياك اذا سمحت لي. نعم. يعني ممكن في عندك اشخاص في عندك اشخاص مثلا بيقولوا لك انه حتى انت هلا اعطيتني مثال موضوع الطعن بالمحاكمه، يعني احيانا بيقولوا لك انه بحسب الدليل ممكن الطعن ممكن لا، يعني في دليل ثابت خلاص هذا الدليل مبين وباعتراف الشخص الاخر، يعني حتى بعد الاعتراف ممكن انت تعطيه فرصه تانية بعد حتى بعد الاعتراف. اذا بعض الاعتراف اكو مني يعترف لك بذنبه ويقر لك انه فعل كذا وكذا. نعم. وهالسبب الاسباب كذا وكذا. نعم. يعني اذا برر لي هالموضوع واعطاني اطار صحيح وانه ما يكرره بتسامح مره ثانيه ولا ثالثه، فممكن انا اغفر له هالشيء. نعم. بس ان كرره مره ثانيه او ثالثه هذا انا مستحيل، انا انطي الفرصه الثانيه. هذا انا انطي الفرصه الثالثه يعني مستحيل. يعني هذا يعتبر دليل ضعف او دليل قوه يا حسين منك؟ بالعكس، ما دليل ضعف بالضعف، انت مني برر لك الشخص وانت تعرف مثلا اكو ذكر هالموضوع انه فعلا انه شخص طيب انه اللي بقلبه على لسانه ممكن يحكي كلام يغلط بينه او ينقله غلط، انسان مثقف واعي، بس بدأت منه خطأ او خطيئة معينة، هذا ممكن نسامحه خاصة بالاقربين. يعني مثل ما قالت ست نادية، الاقربين صلة الرحم دائما هي تحكمك وتخليك انك طيب تسامح مرة ومرتين وثلاثة. طيب سؤالي لك، ايمت انت ابدا ما بتعطي فرصه ثانيه؟ بصراحه من واحد يغدر بي الغدر ما اعتقد نسامحه، غير قابل للاستئناف. يعني انا غير قابل للنقاش ايضا. يعني انا اقول لك مستحيل انه انسان يغدر بي انطيني فرصه ثانيه، لانه الطبع بطبع معين مستحيل يغيره. انا ما اعرف، انا هاي صيغه حياتي وتفكيري وتكويني انه اللي ينطيني اللي يغدر بي مره راح يغدر بي طول العمر، ما مره ولا مرتين ولا ثلاثه. عظيم، دائما عظيم. فكرة حلوة كمان على فكرة، يعني انت اعطيتنا هلأ مجموعة افكار يا حسين، يسعد لي وقتك. لحق عمك، يعني رح يتصل عمك. احلى حسين بالعالم، اهلا وسهلا فيك.